تعتبر مغارة الحليب في بيت لحم من أكثر المزارات شهرة للسيد العذراء في الأرض المقدسة، فكل حاج بعد زيارته لمغارة الميلاد والصلاة فيها يتوجه لمدينة بيت لحم لزيارة هذا المكان المقدس والذي يعود إلى القرن الرابع الميلادي، ويسهر على العناية به رهبان حراسة الأرض المقدسة الفرنسيسكان. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. من هذا المكان المقدس ومن هذه المغارة العجائبية، مغارة الحليب في بيت لحم، حين التجأت العائلة المقدسة إلى هذه المغارة لتبحث عن الحماية، كانت العذراء ترضع ابنها الطفل يسوع. سقطت بعض قطرات من الحليب فاكتست المغارة باللون الأبيض، وتحولت الصخور من اللون البني إلى اللون الأبيض حتى يومنا هذا. ومنذ ذلك الوقت وبشفاعة أمنا مريم العذراء ازدادت العجائب. أنا أبونا رامي من الأردن، وعرفت أنه هذا الريبورتاج رح يوصل، وهي الرسالة رح توصل أولا إلى أهل الأردن، اللي بحيي أهلي وبحيي الجميع هناك، بحيي نورسات اللي عم تقوم بهالرسالة العظيمة، ومنطمنكم يمكن الحدود مش مخليتكم توصلوا، ولكن إيمانكو بيجتاز الحدود وبيوصل، وصلواتنا معكو لأجلكو على الدوام من هاي الأماكن المقدسة. هون بما أنه العذراء ومار يوسف كانوا لمدة ما يقارب السنتين في بيت لحم وتنقلوا في أكثر من مكان، هذا من أحد الأماكن المشهورة اللي إجت فيه، واللي بدأت العبادة والتعبد في هذا المكان والصلاة في هذا المكان بحدود القرن السادس للتذكار العذراء مريم التي أرضعت ابنها، توقفت في الطريق وأرضعت ابنها وعاشت في هذا المكان. وبحسب التقليد العذراء مريم كانت بينما كانت ترضع ابنها وقعت بعض قطرات الحليب على الأرض، فالحجر صار كلياته بشكل عجائبي أبيض، ومنذ ذلك الحين الناس بتأخذ التراب الأبيض ومع صلوات خاصة يقودها الإيمان، وبشفاعة أمنا العذراء مريم وبقدرة الله تحدث كتير عجائب زي ما نحن منشوف. هذا لسه جزء بسيط من آلاف الأعاجيب التي تحدث يوميا في هذا المكان المقدس. فهنا وفي هذا المكان المتواجدين به وخلف كل صورة حكاية، هو أرشيف موثق بكل العجائب، فيأتينا النسوة من كل أقطار العالم واللواتي حرمنا من نعمة الإنجاب، يطلبنا ذرة التراب المأخوذ من صخر المغارة، وبشفاعة أمنا مريم العذراء وبقوة الإيمان وتعليمات كتبت على صورة مرفقة مع التراب ينلنا نعمة الأمومة وكذلك الشفاء من الأمراض المستعصية. هذا المكان يجدر بالذكر أنه القديسة ماري ألفونسين كانت كمان تتعبد وتصلي للعذراء مع مجموعة من النساء، وبهذا المكان ولدت جماعة سيدات وأنيسات العذراء مريم مغارة الحليب. هون عنا عينة كيف إحنا كوسيلة، التراب هو وسيلة الإيمان في الرب يسوع وبقدرته، وشفاعة العذراء هي اللي تعمل الأعجوبة لمن يحتاجها. فإذا الأعجوبة ليست الهدف، ولكن هي ثمرة إيمان ومسيرة مع الله. فهون منشوف إنه تراب يعطى للمؤمن وبيشربوه مع الصلاة إلى العذراء مريم، وبفضله وفضل زي ما حكينا شفاعة أمنا العذراء الحنونة القريبة من أوجاعنا نحن البشر ومن ألامنا، تحدث عجائب لا عد لها لتسبيح ومجد الله دائما. هنا قدمت صور وسجلات موثقة وقصص واقعية من كل العالم حصلت على نعمة الإنجاب للعواقر، لتوضع في أرشيف دير المغارة الذي يحافظ عليها الأباء الفرنسيسكان. محبة الله زي ما بحكي يشعيا النبي، لقد جعلتك نبيا للأمم،
إذن الرسالة الله ومحبته اللي بتيجي بهذا المكان عم تشمل كل أنحاء العالم وكل الديانات بدون تفرقة لا بجنس ولا بدين. فمنشوف من جميع الديانات وخصوصي طبعا الشعب المسيحي اللي بيبعتوا من الهند، من أستراليا، من أمريكا، من أي مكان من العالم بيبعتوا لنا هالصور وهالشهادات الحلوة، من الصين وغيرها، اللي عندهم أطفال واللي نالوا شفاء، الشفاء من المرض. هون منشوف كمان ناس من يافا، من إحدى عجائب السيد المسيح والسيدة العذراء اللي حصلت لعائلة مسيحية في بيت لحم بعد مرور زواج تلك العائلة مرور سنتين، فأصبح القلق يصيب تلك العائلة، فقدوا الأمل في الإنجاب. لم يفقدوا الأمل، ولكن بأمنا العذراء وبالسيد المسيح وسمعوا عنها، فتوجهوا إلى كنيسة مغارة الحليب وقاموا بما بكل تواضع وإيمان وثقة بالله، وشربوا من تراب تلك المغارة فحضرت، ومن بعدها مرور 8 أشهر أنجبت الأم 4 أطفال ذكور، وهذا كله بسبب قدرة وعظمة الله والتي تفوق كل بشر. وهذه الأيقونة الموضوعة بنفس المكان التي أرضعت فيها مريم العذراء الطفل يسوع يقصدونها الحجاج من مسلمين ومسيحيين لأخذ البركة والنعم الإلهية، وذلك بقوة الإيمان. زي ما أنتم شايفين هلأ الصلاة معمولة بواحد وأكثر من 21 لغة من كثر الطلبات اللي تجينا من جميع أنحاء العالم. ناس فاقد رجائها الوحيد بقي أنه تسلم حالها بين إيدين أمنا العذراء الحنونة وإيدين الرب يسوع الذي ولد من هذا المكان. من هذا المنطلق ندعوكم جميعا للصلاة وزيارة الأماكن المقدسة والتبارك فيها. عجائب الرب لا تنتهي، ولكن الأهم إنه يسوع موجود، محبته موجودة، وهو العمانوئيل، أي الله معنا، الله القريب الذي لا يتركنا وحدنا في وسط الألم، في وسط الظلمة، في وسط الحروب والأمراض. وأمنا العذراء مريم ما نخاف طول ما هي أمنا اللي أسلمها الرب حياتنا من خلال إسلام، لما حكى عن الصليب ليوحنا: هذه أمك ويا امرأة هذه ابنك. فعشان هيك نطلب شفاعتها على الدوام. يمكن في إحنا منمر في ظروف صعبة عالمية، من جوع، من حروب، من أشياء بتخوفنا، ولكن هذا المكان بذكرنا بين أماكن كثيرة إنه كلمة يسوع: لا تخافوا، أنا معكم حتى منتهى الدهر، ولن يقوى عليها سلطان الظلام. عشان هيك لنتمسك بالإيمان بيسوع، ونحن أحوج في الظروف الصعبة للتمسك بهذا الإيمان أكثر من أي وقت مضى. وهو رح يكمل يفهمنا إنه هو العمانوئيل، هو الله معنا، هو الله قريب. للنورسات مارلين الحدوة من مغارة الحليب بيت لحم.